بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. النبوة والدعوة. مصنفك رحمه الله ما شاء وقور رميا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي النبي نمذ لسيي إيه دعوة الإسلام كدعوة التوحيد مركه هو استاغي أرنتاس أيها هلكن كقور رميا. وحوير الشيخ مقدمات النبوة وتباشير السعادة. مقدمات النبوة نبي النمذا هرد عذي يبلو غيذي إيه وتباشير السعادة ليبانتا بشارة ذي التباشير والبشرى بشارة ذي قوشي ليبانتي بشارة ذي أي ماشان كقوى الرمية. وحوير مصنفك بما تقدم ذكره وحي ناس وحرمري شيقستي سؤي ناس وحرمرتي يا اتسعت الشقة الفكرية وحواسع نقطي اتسعت وحواسع نقطي الشقة يعني البعد بالوجه فقانشه الفكرية وفكر كأها أي واسع نقطي إيه والعملية مدى فكر كأحينه أنا العقلي يقرأت كسب سنين لكن عمل كي يشقدي باوحي واسع نقطي كالفقانشه حق فكري عملك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. النبي عليه الصلاة والسلام يدد كيسي تحذوذي يأرن تاسك لفقاتي ويانا مرك هذا الكأولية وبما تقدم ذكره وحويه ووحي الناس وهر مري وآه نبي الله محمد وإله إلالي سبحانه وتعالى أو النعباء وحيالها خرافة آه يحميد قوم كيسا يكس جيهين أو النعباء أو سنعياد ذي عيده ذا أصنام تأي دبال دقيد أي آلهة ذو أسميان وسنبي وكقيب قادن جرين صلوات الله وسلام عليه إيو إنو سن وحا أي أصنام تأي أقو رعان إيو نصبت ذا ومن الرسول كعوني جرين يوح الله وحي إلهي غير كي سمجع سكر له وقاده وصال له قورعه مركل القورع يمجع عن الله أحين لقو قورعين وسنعوني جرين إنه سن رالي كن قنجرين إن لغو دارتو الله وحانا هين وصدا الله والعزة وكلا يكون أرنجرين يوحي لمدة إيو فسقية وحونا سميان وأشركيات كأهين وصدا خمرضة إيو ما لما رتي مجالس الله يقول الله تقى إيو وحاصو لن إنه سنبي كقير قادنين تاسا نوصو هرمرتي أرن كاسبا مركا وحي كنتي إن النبي يقوم كيسي كلفوق هذا حق فكر كان يقول كلفوق هذا حق عمل يشقذ وحلق بنينا يقول كلفوق هذا مركز وحوير وطفق عنوي قذقلي يقلق إنه كولولي يعني قلق أو كججر يولول مما يراه موح أركي عليه شيء كركيس أو كأركي يقوم كيسي ومن الشقاوة والفساد شق النماء هوك هوك أو كأركي إيه فساد وح أو كأركي أرمتاس أي قلق جلسي والول جلسي والنبي عليه الصلاة والسلام مركز هو يرغب وحو جعل هذا في الاعتزال عنهم إنه يستقفوا هذا أي إنه كفوا هذا بو جعل هذا ما حد حالك سيدا إيه والخلوة بنفسه إنه لقون النقض والخلوة قون النقشاء يعدل بنفسه نفتي سينه لعدله به وقوم كيسه وكدح بحه مع تفكيره أسد وكفكره في سبيل وضع وينجيهم كبد بادسه من التعاسة انحطاط كأيكو جيران إيه فساد كأيكو جيران إيه والبواري هلاقة وده كبد بادين إيسانا أسد وكفكره إلا هلاك بيكون جيران شرك بيكون حجيران حق عقيدتي
حق معاملاتك إيا مارك وحياليك لنا حمانك لبي سمينيا ما كسير أيك لبت بادي لهايين أيو أساقو كفكر أيو بو هدنا وحو جعلادي إنو كفق هذا وكبح بوحو أو مير أيك كفق أو كذي يكو عدلوبو ربك يسو كعابدو أرنتاس النبي جعلا عليه الصلاة والسلام مركز الشيخ وحوير واشتد هذا القلق والكاسي وأسي كردي ودرنادي أدب ودرنادي أدب نبي أغبطي وقويت هذه الرغبة جعل كاسنا أو جعل يهي إنو خالي النقضاء ضفي كدح بحاي ويكحو بيستي أكتيسة مع تقدم السن أيضا يعني دأديس أي كرديسو ويسي وينانيسو حتى كأن حاديا يحدوه إلى الخلوة والانقطاع وحابت مداسله النبي أجعل يهي عليه الصلاة والسلام تكيسينه كقفق هذا شركه إي أهل كيسه كفق هذا سلو أجعل يهي وحابت مدابه يري كأن حاديا من يعني أهيسيه أو يحدوه أهيسيه إلى الخلوة أغير يوي قول إنه قشري علذي إي والانقطاع تكيسينه كقفقه يعني واحد مدابه مدحنا أغير يسلا سوكرا مركا حاديا يحدو ذا وحلو جيدا أصلك وحال إلى هذا يعني منك قيل أهيسو حاديا عيسي بال إلى هذا خلاها منك أهيسو أهيسو سيقودك دقان أما مارتي إيه مركا ورابين إيه أما أوضو هيسك لقاذبا لو جيدا مركا حابد مدابا النبي عليه الصلاة والسلام سيدا خلاها مركا اللوغي أي يعني اللوغب لوهيسو أي أو أردان هوش لقر سلام وحابد مدى إنو كاسو كلا أغو ييريو سيدا أغج عليها إنو دسك كدوني النقضة ساتا بد مداوية حتى كأن حاديا وحابد مدى يعني مد هيسيو يحدوه أغو هيسيو إلى الخلوة والانقطاع قولي نقشئي دكيس إنو كقو أيابد مدى بإن سلاسو كلا يعني جعيل كأو قبوية فأخذ مركا النبي وحب ذقل عليه الصلاة والسلام يخلو إنو عدلو بيو أو قولي نقني بغار حراء قدك اللي يرى قدك يعني غار حراء لو يقان إنو كو ماركي عدلو بيو أو كو قولي نقني دكي كقفو قاني غار حراء مركا وحاوية وابورت هذا لو يقان جبل النور لو يقان أو مككو يالو يعني جبل كاس أيوه آد جبل آد ولير آه أي نبي انتفوره قد مرك كركي ذكويا له أيوه هل كاس قال يجري مرك شيخ وحكوت المامية قد كاسي إنه ماركتي نير الكيس قد كو نبي قال يجري حق نير الكي لا أفر متر أو كلا إنه أها لنا عبالر كان هل متر نص أو كلا إنه أها ويا سلاسو كلا قد نوعا سو كلا أفر متر متر بر أو بلر كي آه يعني بوكو عدا دي سنجر هالكاسو كوغون النغضي وخلوه كسمين جريوي فأخذوا حقوق ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام يخلو إنو قولي النقني بغار حراء قدك جبل النور بورت اللي لا ذكي ألو إنو كوغون النقني كوخلوين أيو يتعبد الله أسوى ربك يسكو عابد أيو محونا النبي كو عبا دي سنجري على بقايا دين إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم دين كيسي وحي كهري وصحبة أها أيك عبادي سنجري مركا شرك قال نموسن أقلين ودين تنبي إبراهيم إنسا كمدا حين يعني شرك كمد ما حين سيدا ضبطا أو قريش كمدا ها أي أغتتغين يعني مارتي شرك أغتتغين أيك أنا دين لهين لكن عقل ذي حوالاك بقاياك كقرتي وحن إنسا دين تنبي إبراهيم حين سيدا سوكلبوا النبي الله محمدنا عليه الصلاة والسلام شركيات في مركز أوكتلي وحياله كهر هرية صحيحة دينة نبي إبراهيم ومدوا أي بدلين أي نبي ما شاكو عبادة سنجري ويا وذلك في كل سنة شهر قد كامرك أو نبي كل عبادة سنة أو كخال نقونا ياهي وذلك أرن كاس مرك أو ما شاء قلي من كل سنة سنة كست كله شهرا بالبوك قلي جري النبي عليه الصلاة والسلام وهو شهر قاسنا وشهر رمضان مش رمضان لإلهه أي قلي جري
bil walba markuu ramadaanka soo galo ayuu godkaas soo galo isku soo cibaadeysan jiray salawaatu allah salaamu alayhi fa idha qada jawaruhu fa idha qada hadu dhamaado jawaruhu la dariskiisi iyo ku cibaadeysigiisi godkaas uu ku cibaadeysanay bi tamaami hada shahr bishaas dhamaanshideeda oo kaamil noqoshadeeda oo ku dhamaado ayuu insarafa nabiga soo laaban jiray ilaa makkata makka ayuu soo aadi jiray sabaaxan subaxnimada ayuu soo aadi jiray waxa yeelay jabal nuur waxa la yidhaahdaa makka asalkeedii hore yacni ilaa laba mayl camal uu markii hore u jiray laakiin hadda magaaladii buu ku dhex jiray baladkii waa weynaaday weeyaan jabal nuur magaalada dhexdeedii ayuu ka mid yahay laakiin waagaasi aslu makka markii loo fiiriyo laba mayl ayuu u jiri jiray markuu ka soo dego ayuu marka makka soo aadi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu makka soo aado fayatuufu bilbeyti wuxuu ka bilaabi jiray intuusan gurigiisii tegin beyti inuu tawaafo kacbada inuu tawaafo uma yacuudu markaasu wuxuu u laaban jiray ilaa daarihii gurigiisii oo bil ka maqnaa ayuu aadi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waqad takarara dalika minhu arrinkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam way soo noqnoqotay inuu yacni bil walba markii ramadaanka la gaaro oo bishaas halkaa ku khalweeyo ثلاث سنوات يعني أرنتاس وقد تكرر ذلك منه النبي حق يسبو كسر نقضي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث سنوات سدح سنبو سدى ييني مرك سدح ذا سنو سدح بلوت أو كاملة أيو بلو البابا النبي كخل وين جري غار حراء أيو قال جري بشر رمضان وياه فلما تكامل له مركو النبي قلنا ما يسترمي 40 سنة أفرتن سنة مركي أودا ما يسترمتي وهي أفرتن كاسنة سن الكمال ويعني سنة كأوقف لما يسترم كامل كالنقضاء ولها أيضا يعني مارت سن قاس أفرتن كسنة أهنا بابعثة الرسل غالبا سنة بدنا رسوش اللي قصوا ديرا مركي أفرتن سنة قاران يا أنت غالب كافو بدن رسوش الرسول لقد بقاء اللي قصوا ديراي مركي أي أفرتن كاسنة أودا ما يسترمتي بدأ الطلائع النبوة الطلائع والبداية بلوجي ذا بداية النبوة نبي لماذا بلاو غيري بدأت وحي بلاو ذي وحي بلاو ذي الطلائع النبوة نبي لماذا بلاو غيري إيه وتباشير السعادة قوش بشارة ذي إيه ليبانت بشارة ذي أي وحي بلاو ذي في الظهور موقشة إني موقتب بلاو ذي ويا مركز النبي لماذا إيه مارت بشارة ذي إيه قوش يعني ليبانت أي بلاو ذي إني موقتب فكان مركي النبي وحوها عليه الصلاة والسلام يرى من أرك رؤيا ريب أرك جري هبينك مركو سيحضوا الريون جري رؤيا داسو صالحة مد ونكسن أحيو أرك جري مركو رؤيا دا صالحة دا أركنا تقع كما يرى وحي رؤيا داسو هو أرك جري هو نعي جرتي سيدا هو أركي وحي أو ما تقع وكل رياضة بري سيدا واجا مركو بريا أو كلو عداي أيو رؤيا داسو أرك جري ويا رؤيا داسو يدي بو أرك جري صلوات الله وسلامه عليه حي لي يعني الرؤية والنبي لماذا بدي لقب بلا بيوي نبي لماذا مقدمات كذيوي بل نبي حقوق المامي إنه جزء من 70 جزءا من النبوة تضرات قيبة مركي النبي لماذا الله قيبيه نال كميلة إن الرؤية تهي رياضة أي تهي أي نبي وكنا شيء عليه الصلاة والسلام مركا هذو الرياضة سلا أو الرياضة جو رياضة يسيبوا مال لماذا ينعرك جريويا وكان يرى الضوء نبي عليه الصلاة والسلام وحوها يرى من أرك الضوء نور يفتين بو أرك جري ويسمع الصوت نواقنا وأمغل جري وعند نواق إسكالنا وسن أركين أي مغل جري ويا وقال وحولي جري انت أنا لصادر الكهر وحولي جري إني لأعرف وحنقرنيا حجرا بقح بانقرنيا بقح بمكة مكة دحلي إذا بقح سيسلم علي أنا يا إسلام قبل أن أبعث أنت أنا لا يصادر والنبي قال لا يقدقين وحن أركي جيرت بقح مكة كبور يعني بقح كويا له ومركز سؤال صامره كان يسلم علي أنا يا إسلام جريبا أركيبوا لي
حديث كسو حديث صحيح امام احمد في مسنده بكوريا امام مسلم في صحيح بكوريا امام الترمذي باورينيو وحديث جابر بن سمره ايانا النبي كورنا صلوات الله وسلامه عليه وسلم. بدايه النبوه ونزول الوحي بدايه النبوه ونزول الوحي نبي لماذا بلاو غيري iy waxyiga soo dagistiisi oo soo dago iyo cunwaankaana musnadku caqiday weeyaan falamma kaana markuu aha fi ramadaana bisha ramadaan dhexdeeda min sanati al-hadiyata wal-arba'in sanadi yaani kow iyo afartanaad oo bisha ramadaan lagu jiraay markuu nabiga aha وهو النبي معتكف من اعتكاف أهو كنه أو أها بغار حراء إلا بشر رمضان بقل جريبان يعني قدك بورت محالية قدك حراء اللي إلى هذا جبر النور كي يعني قدك يعني بورت حراء اللي إلى هذا كي الله أسبب معتكف كوه أو اعتكاف سن يذكر الله ألنا أو حسيه ويعبده ربنا أو عابده يفاجأه جبريل عليه السلام فاجأه وحسوك ذي ودربما أي من أسوأ في ليل جبريل ملك الجبريل عليه السلام أي هلك يعني مارة كسوك ذي بالنبوة النبي النمذي بون أقول كلسوك ذي أولي من إيه والوحي وحي جيب أولي من دويا نبي النمذي إيه وحيه أي مفاجأة أبوك نوي سقر سلم فلانا أي دربذي ملك الجبريل أولي من دويا مركاسه قاب كبو حربة وحي وقب الأوضي إنه ما رت حديث صحيح هاي ونص جوريه وبخاري غير كسب أي ورنية مركاسه مصنف كحيري والنس والنستمع أنا بجيسنه إلى عائشة رضي الله عنها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله كراد النقضي نبي حاس كيسي أحي بلان دقيسنه تروي لنا أيضا ما ورينا يسوف هذه القصة قصة أوتنا هذه القصة قصة أوتنا إنه ورينا يسوف بتفاصيلها أيضا فحفاسا مع تفاصيلها فحفاس أيضا أي أدو فحفاهنا يسوف بأنه قول رمي سايب العائشة دقيسنه حديث البخاري غير كيبوا إسوه صاريوه قالت عائشة رضي الله عنها عائشة مركو حيتري الله كراد النغذي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم أول ما شيك لقوه الرئي وبدأ لقوه بلابد به شيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك ألا لقوه بلابد ومن الوحي وحي جيئة الرؤيا الصالحة ورياضي وناكسني وفي النوم هردد دحل إذا أهاتي وشيء أقوه الرئي النبي قال أقوه بلاد رياض وناكسني ومارت هردد دحل إذا أقوه أركو أي أحيدوية فكان مرك النبي وحوها صلوات الله وسلامه عليه لا يرى مدانا أرك رؤيا رؤيا مدانا أرك إلا حضو أركو جاءت وإيمان جرت رؤيذي مثل فلق الصبح sida waaga oo u bariyo oo kale iyadoo lamid ah waa bariyo samarku waaga bariyo ardada dhanma cadaato oo iftiin ma wada noqoto shay walba kulliga arkimaysid saaso kale buu nabigu uu arki jiray rogyadiisi xaqiiqadeedii iyadoo waaqaca ayuu arki jiray xaqiiqo ah weeyaan thumma marka ka bacdina xubiba waxa la jecleysiyay ilayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam alkhalaa idloonshihi inuu cidloobo ayaa maaragta la jecleysiyay inu markuu ruuyada arkay inuu dadka ka cid ka gooni noqdo oo kaliye meel cid la oo ku cibaadeysto ayaa la jecleysiiyay weeyaan saasay leedahay Aisha wa kana yakhlu nabigu wuxuu ku cidloon jiro ku gooni noqon jiray bigaari xiraa buurta xiraa la yiraahdo ama jabalun nur la yiraahdo gudkeeda ayuu ku qaali noqon jiray fayatahannathu ay yatabadu wa ibadeysan jiray tahannuska wa atabud وعباديسي فيه قد كدحديس وكل عباديسان جري الليالية هبينه وذوات العدد ترى صاحبه يعني هبينهم ترى صاحبه سنة بشر رمضان وكره أي كل جري جري وهلك كل عباديسان جري قبل أن ينزع قبل أن يرجع انتو سنصان لقن إلى أهلي أهل كسوس نصر لقن
نزعي بمعنى الرجوع بالوجه ذا انتو سيقولك انت كسوا بحقه كيس عصر النقرين قد كاسبوها بأنك عبادي سنجري نبي عليه الصلاة والسلام ويتزود نبي وصول ذات قادن جري لذلك أرن تاسبو زاد وصول قادن جري ما دام بل أو بور تاسارنان يقول كيدو كجري بوزاد كيسي عندي سي وحوني لها وحو عبي لها يوحر وصول قادن جري مكاسو ما يشاس إلهي كعابد جري سبحانه وتعالى ويا ثم يرجع مركو عبادة سبا ما يستو ولا بنجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة خديجة يقول نقنجري مركو زادكو كذا ماذا فيتزودوا وصو زاد قادن جري وراشن كيسي عندي سي وصو قادن جري لمثلها حبينا داس أوكال أو كجري يوكال قدر كاس أوكال أوصو زاد قادن جري حتى جاءه الحق إلى حق أو وحي جيئة أو أجي ماذا نبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي في غار حراء ماشي حراء ليراده بورت حراء ليراده قد كيدي كل حجره إلى حق أو وحي جيئة أو أجي ماذا ملك الجبريل إلهي أبو صادره فجاءه الملك ملك أو ملك الجبريلها أيا قد كي أجي من نبي أو جوجو غار حراء فقال مركاس الحكيري اقرأ أخر محمد قال مركز النبي وحويري عليه الصلاة والسلام ما أنا بقال أنا مدوح أخريا ما أهي حايل النبي وحنا ما مونا نخرين جرين وحنا ما قري جرين مركز وح قرامنا موسى نخري جرين ما نقري جرين ويان مركز ما أنا بقال مدوح أخريا ما أهي بوي قال مركز وحويري يعني النبي أراني فأخذني وإقبتي ملك الجبريل مركز الروحو ما أخريه أي إقرتي فغطني وإمجوجي ويعني مارتي وإذ الضوبي وإمجوجي حتى بلغ أنتو قاروا مني أني الجهد لبك أنتو قاروا ويا مارك الجهد جيمك إنا كوردكتو الجهد جيمك إن لقضو لبضى بوابنان تايوي حتى بلغ من الجهد يعني مشقة إلى أي جارتي طاقة إذا أودي ذي تمرت إذا أي لما تؤاد أنو بتوضو أي مجوجين يبوني ثم أرسلني وائد وإسيدي يعني مجوجسكي هي مروجنتي ومروجيني أي إسيدي يبوني فروا إذا قال فقال مركاس ملك مرلوات وحقويري اقرأ محمد وأخر واحد قلت مركاس وحقويري ما أنا بخاري والمدوح أخرية همائي أنية فأخذني مرلبات بو إقرتي فغطني وائد دوبي وائد مروجيي الثانية مرلبات حتى بلغ من الجهد أو الجهد إلى نبكي مشقلي أي إقارته وأن كذبته أي إمارة مجوجين أي مروجين يوين ثم أرسلني هذا وائد يفرعوا إلى قاضي فقال مركاس وحوهير مرسدحات اقرأ أخرجوا إيري فقلت وحنكو إيري ما أنا بقاري أنا مدو حقريا ماهي فأخذني مركاس وهدنا إقبطي فغطني الثالثة مرسدحات أيو إمجوجيي وصدوك الإمروجيي يعني إساس وقسمي إلى دبو قسو قام ثم أرسلني مرسدحات كبسيدة فراح يقال فقال مركاس وحويري اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انتاس وصورة العلقة وقرآن في قيبتي أبوه الرسول النبي محمد وسوى الدجيية أيوما ركتي ملك الجبريل كد الأخرية يري أخري اقرأ أخري نبي الله محمد باسم ربك ربك أجمعي عيسى يعني أذوك الميسان يا أخري الذي أليه خلق أبوري أليه وح أبوري مجي عيسى أبيه مستعينا باسم ربك أخرب أليه وح أخرب خلق إلهي وح أبوري الإنسان إنسان كبو أبوري بني آدم كي أي أبوري من علق وحك أبوري حنجره ديغة أي كأبوري حق عيسى الذي كأبوري خلق الإنسان الذي أبوري بني آدمك من علق أدحجر كأبوري حقي الله اسمك عيسى حس أمارك أذوك الميسني وأخربان لي اقرأ أخري ووحل لقو شيئا لقو حيوني أخري وربك أذيك ربك أذو الأكرم الذي وناك بذنوي وعلى كرامة بذنك وكرامة وناك وعدن له أخربان لي الذي أليه يعني ما ربك أجي كرامة إشرفته دم إسكرها
علم بري يعني الإنسان إنسان كي بريو بالقلم الكتابة بالقلم قلم وحلق قرأ اللي هي بري الله مجعيس أذيب ومارت كالما يساني وحلق وحيوني أخر علم الإنسان إنسان كي ربي وحو بري ما لم يعلم حسن قرنين أي ربي بري سبحانه وتعالى وين مرك القرآن كآيد وقوه الرئيسي سودكته قيبت آيد وقوه الرئيسي سودكه وإنتان إلى سورة العرب لجسه قال علم الإنسان ما لم يعلم وحين تصيصا ما دام النبي أن النبي أمي أوها وحين تصيصا دين تين إن إتهي دين العلم والمعرفة دين علمك إيا معرفة إيا قونتا قد كتر ترسيسة إيتهاي سورت سورت آياني أغهري أي إله نوغو الشاقي الذي علم بالقلم يعني إنه بني آدم كوحبرته قفك أو حقري كتابه أو حقره إنه الشيء مهم تهاي علمي إنه بني آدم كبرينا مارته ري وقوني أرمها أي رب سبحانه وتعالى كذو الرمي مرك الدين كان هو دين العلم والمعرفة أما النبي عليه الصلاة والسلام وحوها كان نبيا أمية نبي أمي بوها لا يكتب ولا يقرأ المكتوبة يعني مدح قرن ماهين وح قرن ماهون نخرين جرين أرنت أصلا معجزة رسولك وآهي صلوات الله والسلام عليه معايا لي هدي أسقى كتابة قراءة يقانه أو آد حق قرن يهدي قرآن كان الله إيمان لها إن بدن ودتك كم إذا وحي قرن لها سقى سميستي معايا لسقى أمية أيوب ما رأيت القرآن كان مركو ليني أي رهدين وحوي وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة هذا الكاس بيران سقال وصو قرطي يوحل ماذا بيرهدين وياه أرنت مركي أو ملك الجبريل كسو أرنت آياتها أو قد الأخرية فرجع بها نبي قول الله فرجع الله بها آياتها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله لله يرجف فؤاده أسقى قلبي يسو قول لنا عبس الدرتين قول لنا دقاقي لأن قفك ملكه بقى أو عبسده قلبه يسودني يسوقر يعني وقر عماوه دقدقا قاويا يرجوف إسقى أولو لنيه فؤاده لا تسي قلبه يسأولو لنيه عبس الدرتي مكاسو فدخل على خديجة خديجة حاسكي سيأحي أيو أقل الذي خديجة بنت خويلد خويلد قبل سيأحي رضي الله عنها الله كراد النغضي فقال مركز النبي حكير مركز حاسكي سؤتلي زملوني زملوني إدو ضوبة إدو ضوبة إددا يعني ساسو كلام مريع إددا ويا ساسو كير فزملوه ويدد النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهب انتو كتبوا عنه النبي حجيسة الروع أرجع حيلاء كتب يعفسد أي كتبت لأن قفت مركي أو عفسد حلقة هذا هدي عفسي خوف مربا أي هيسو هدي أنتو سيحضا أو إزدلو وحبضا با إله كتخفيفية سأدرت مركي إنه كخفيفته تردد بغيري زملوني زملوني أغيري ويا إلهي واكق هذا عفسد بدنيد ويا مركي عفسد أي كتبتي يوم مركي حاسكي سيو خديجاء أي أرمتا مبشي كينه فقال مركز رسولك عليه الصلاة والسلام لخديجة حاسكي سيء خديجة خديجة بنت خويلدة أيه حكيري وأخبرها والحال قد أخبرها أول رمي الخبر قصدي بأوغشي كي مركب قصدي قبصتي أوغشي كي وركيس سدو أهاي وغن أولا ميستري يوح حكيري لقد خشيت على نفسي لقد خشيت وان بقي على نفسي نفتي إذا بانو عبصدي خديجة حيالي هلاك ما نقبى قيوه حيالي حسن أركي جريم بو أركي فقالت مركز خديجة خديجة وحي ترى أيضا النبي طمعنا كسامين يسو دجين يسو نمك دريما ينا كما سحيسو كلا بيتر كيستاق أرنتاسي وحنفت هذا آبو بقضي أرنتاني معه حيالي النبي ونادي أسامين جريم جرانيسا والله الله قدرتي ما يخزيك الله الله كبو جن مايو أبدا ولي كبو جن مايو سوف أسكوك وجنين وامعي إنك أذيك النبي محمد لتصل الرحمة رحمك قرابة بالحريرسة مالك قف قرابة سحريريو إلهي مبوجي سبحانه وتعالى بل عمره يسئي عفمات يسئي وحال الله بركي حوله يسئي أولادي سباب الله بركي يويا وتحمل الكلة
يعني علاس كينا واد قادة ودتك بباكيسن أياد أقر قارتايو علاس بدن باد مارتاي سيدي هرين عن كسوة مرني عن لوغس وشكي هرين عن درسي يعني حالة كسوة مرني نبي قلنا وها حمولا لما يثقل كواهل الناس تتك وحا قصلي ودبك أيو دتك وكا المنجري ويا مركا دبكاس أما قفك أياد حبارتاو ويا وتكسب المعدومة وحان جرينا أول واينا واتك سبتايو دتك بات سيسا تتك وحي واين بابوك سبتايو قصة ما يساوي وتقري الضيفة أو تقري الضيفة وتقري واتحلي لساء من قرى يقري مركا لا يكينا في علك الثلاثة اللي قد يقول تقريبا أرنين لكن أنه تقرب حركين من أقرأ وكلو كدق فعل كرباعد وكدق مركة وتقرب ضيفة مرتدنا وفرطة ووضع لسا مرتدي ويا وتعين وانقك الميسة على النوائب الحق يعني وحلو جيدة أي من نزلت به النوازل قفك أي مصيبوين كسو الدقات ومسائك قدر كي شيء حق أو أصيبه نبك أو أصيبه حق ألكي مدنا وقفك سوك الوادوك الميسوة قرب استكتا فقر با كل دعي عذر با كل دعي عبسيبه الوحي أدوك بنكرته أيضو سميسايو كالماء أيضو يشاوي فانطلقت به خديجة انت مركو النبي أشيغي خديجة وأيضنا أي طم أنا كسر ميسوي دجسي تري وراك قلبي سأي دجسي سأي عصير أغير رئيسه أنت كم أي سمنينة وحيل آدي يعني من أي المعذريين خديجة أو مارة النصراني أها وقت الجاهلية النصارى النقضي ودين النصارى لقاتي كتبتي هرنا وحكا أخريين أي تربلنك علم جلاء حالك سسوي دين فانطلقت به نبي حالتك تي أو ورتي خديجة خديجة يا ورتي حتى أتت به إلى أي نبي كرتك تو أو يجيسه ورقة ابن نوفل نك ورقة اللي يراه له إن النوفل ابن أسد ابن عبد العزة أو أها مارك ابن عم خديجة خديجة إن أدير كيدها إلى أي أجيسه ورقة ابن نوفل وخديجة المعذرة أي حيان ونوينها أي أجيسي وكان ورقة وحوها امرأة نمبوها تنصر في الجاهلية وقت الجاهلية انت نبي الصادر نصارى النقضية دينة النصارى لقاتي ومشركين تنوثنية ذودي كتجي انتو نعيس كتجيبوها وكان ورقة وحوها يكتب مدقره الكتاب العبرانية يعني كتابة قرالك يهودة من قرب أهوية لقد وحل اللغة العبرية أما عبرانية بالي إلى هذا وحلو جد لغة اليهود يهودة لقد من قرب جريب أهوية لك اليهودة سبع لغة عربي ذو يقيني بو يهودة ما رتفرت ذي لقد ذي كتابة ذي أي قرب جريبية فيكتب مركب قرب جريب ورقة ابن نوفل من الإنجيل دينة النبي الله عيسى وإنجيلا أي وحكو قرجري وحكو قرجري بالعبرانية لقد يهود أي وحكو قرجري ما شاء الله أن يكتب أنت إلهي دون إن القرى بمعنى هذا أقرنيوي أدب ويقينيوي أدب أقرجريوي وكان ورقة وحوها شيخا قد عمي شيخا من دأبوها هو ييلا وقد عمي عند بيلي وإن بلا أبو أهوية مالك أسدو إن بلا أهوية لبن أقيس خديجة وي فقالت له خديجة خديجة بقى مالك وحي كتري يا ابن عم إن أذيرك يو ورق الله ليس إن أذيرك يو اسمع من ابن أخيك ولالك وركيس بل دقيس بل كد دقيس ورك أشيغي وحبو أركي بل كد دقيس بيتي فقال له ورقة ورقة فقال ورقة ورقة وحويري ورقة ابن نوفل له النبي وحكويري يا ابن أخي ولالك إن كيسيو ماذا ترى محاد أركي سابوي محاد أركي إيش أبو حاد أركي سابوي فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أيا ورقة وحوشيري خبر ما رأى وحي أو أركي وركيري أي وشيري ملقى اسمه ماشي يقوي مساسو يقوي يرو حقربو يري مساسو لبك إيه وحي أصامرني أي أغوى الرمي وحو لصو كل مي أي أغوى شيكي
مركاسا فقال له نبيك وحلقو يري وحو كيري ورقته ورقا وحو نبيك كيري فقال ورقته با وحو يري ورقة بن نوفل له أي للنبي صلى الله عليه وسلم نبيك أي وحو كيري هذا الناموس كان وامدك خير وضعها أهاوية ناموس باليرانا الذي كاسو نزل الله ألا أسودجي على موسى نبي الله موسى أسودجي أحد كويمي وغار حرا كويمي وأن ناموس ناموس مركب حالي لهذا يعني وحالي لهذا أصل أهم وصاحب سر الخير بالي لهذا قفك سرت خير كأصاحبك قفك مارة سرت شيء سره أو خيرك وسره يعني لأن ناموس لو يقانا لكن هدوية صاحب سر الشر هدوية صاحب سر صاحب سر الشريط هدوية وحال إلى هذا جاسوس إلى هذا وسر بكاقا ذا وجاسوس مالك عكسي سنا موسى إلى هذا سر خير بكوك ينوية مالك كي خير وضعها لولادنا كل قبيان الذي كيوي ناموس كاسي نزل الله ألا أسود جين على موسى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وكسود جيوية مركز ورقة سعلى علي ما دام إنه وييريه ووقيه مارة الدأيه إنه سسي جوغي دونين إنه نبي الرومين لها أو الأقر قال لها على عرسل أصول بلابي يا ليتني ورقة هذا الكوطة يا ليتني شليت ذي ذا فيها أي في وقت بعثتك أو في وقت نبوتك نبي لماذا هذا وقت هذا ما نهاد جذعا من ذا اللي يرى ما نغضب أنا يجزع عنه إذا يجزع عن سحمها وحوي جذع عن ذوي ذين ذي سحوي وذال عين واي ما من ذل يرى نقضوي يعني من ذل يراه قوي أي قويا جلدا ونوقف سري من حوق له ومارة أذك ما نقضوي ليتني شاء الله يتدعي ذي أكون ما نهاد وقت قاعد يقول لقصوا دري حيا من نول ما نقضوا ونرى ما نقصوا قاروا إذ وقت ما نرى القصوا قاروا يخرجوا قصوا صاريان قصوا صاري دونان أي قصاري دونان قومك تتكاك مكعكا صاري دونان ما لنتاس ما نماركتي يعني قوجوك نقضوا أن من حي ما نقضوا بوليه مركي قصاري دونان مركاس نبه الله يابي عليه الصلاة والسلام ما أنت تذكر كسار دونان وما كك عيرين دونان أرنتي بغريب سدر لأن رامك نبي وقت يوم واجعليه آدم واجعليه إنه نصادق الأمينة وصامرنا حتى مركة إسقرسدين وكعبضي حجر أسود كيات بيجيه ليري منك كليه آمنين أي أقرتين إنه يا آمنك أسقو أهاويا أرنتي بمركة لي يا بيو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحويل عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم أو مخرجية كوا إسهار مية هم قوم كيه وأنا إسهار يا مية سؤال ويديني أنا ما مكيه إسهار يا قال مركز ورقة ابن نوفل وحويري نعم هذا الإسهار يا مكلا قاعيرين لم يأتي المركز اللي صوت أشين لم يأتي لما إيمان رجل من لما إيمان قط حري بمثل ما جئت به وحادي أردت من النبي لماذا التوحيد كإيه هرتاق من ليم مجرو إلا حدو ليم هذا عودية ولا لعو اللي تما ولا لدقى الله مايا ولا لعو اللي تماوي هذا هو الله النهضة وإن يدركني حدو إحليل لها أنقار لهاوي يوم كمارمت هذا سلوك ساري مركي مكك كاعيرين ينهدان قد جوغ نقول لها وآن مركا كل جوغ لها أنصرك وانكو قرقار لها نصرا قرقار ومؤزرا من حوق لأهو قوية أيان كو قرقار لها وي وكو قرب استاقي لها وكوه لها وي لكن ثم انتهى دمني لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي لم يلبث مؤون النقاني ورقة ابن نوفل أن توفي إن الأفسدي كما أسنى قالينه بمعنى مركب والله أفسديه مديرك بعد بواد انتيبا لوجيه وفتر الوحي وحي جينا وأوقوك لك أي فترة شيء يعني مركي آيادها هر الوسو دجيه مدى النبي أنا الوحي الوسو دجينين فترة مركوا تاسوي وحي جيبا كالقو أي مركا حكمة لكبتر تشيقه ونوكي لدوانا فترة الوحي سببت إن يعني إن نبي حوالا دبلو قدقه
يعني فترة لو سمي بونوكر دون عنوان بونو ما أعرف مسلك إنه وش يقدونه تاريخ بدء النبوة ونزول الوحي تاريخ بدء النبوة نبي لماذا بلو غير تاريخ ذي إيه ونزول الوحي وحي يسود جستي بلو جنسي أيها الدراع عنوان كان هو عقلي تلك هي قصة بداية النبوة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة تلك بدعة كسر شاكيني هي أيضبة قصة بداية النبوة نبي لماذا بلو غيري قصة ذي وركي ذي إيه ونزول الوحي وحي يسود قستيسي على النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحي يكسود قبه لأول مرة مركي أبوه الرئيس وحي يكسود قبه يهدوني وقد كان ذلك في رمضان في ليلة القدر وقد كان وحوها يعني وقت قاسقو نبي وحي يقصو بلابي وقد كان وحوها ذلك وقت قاسقو وحي يقصو بلابي في رمضان بشهر رمضان وليب في ليلة القدر هلين كليلة القدر كليلانا نحن يدبو أهاوية محايا لأن رمضان تهي وحاتصيه قرآن كمركي اللي سودجي شهر رمضان إلا سودجي في سورة البقر ربنا وشيغي قال الله تعالى الله حير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان بشهر رمضان كليلانا الذي بشيوي أنزل للدجية فيه رمضان كتحليسة القرآن القرآن كالسود دجيوية مركا قرآن كشهر رمضان سود شهر رمضان مركا وحكجره حبين ليلة القدر ليلان قرمو مركا كأهر شهر رمضان كحبين كيبا قرآن كنبي نبسو دجي وقال تعالى الله حيري إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه قرآن كوانسود جني في ليلة القدر شرفتها بين كيدي أما تقديرتها بين كيدي أيان سود جني ويا مركا بالرمضان أي نبي أو غار حراك عبادي سنجري رمضان بالغو سود جني رمضان كان هبين كالغو سود جني هبين كالليلة القدر قال لي هذا أي أهو قرآن كوانسود جني وقد أفادت الأحاديث الصحيحة أحاديثتي النبي عليه الصلاة والسلام وصحيحة أي وحيفة إذي سيء مارت أن كفى إذي سمي أن ذلك أرنكاسي ومارت ذلك ليلة القدر حقيقة ليلة القدر كان ليلة يوم الاثنين مارنت اثنين تأهي حبين كذي ينو أها قبل أن يطلع الفجر فجر كنتو سنواب انتو سنبريكور وأب أنتوا سنبرين كهر أو مالن إسمين هبين كذيئة أنتوا فجر كواب وسنبرين أي هبين كاسم أو ليلة القدر هوية وحيث إن ليلة القدر وحيث إن ليلة القدر يعني مربح ضيئة ليلة القدر مد عضاه تقع مد عضاه في وتر يعني في وتر ترى إسلام بحلت بيدع جلت ترى إسلام يعني ترى كسي قال لي راهدو اي دحله دعي جرتي او اي دعده ويا او من ليالي العشر الاواخر طبن كدنبه حبينودي كميدا من رمضان او رمضان كاه يعني ليله القدر طبن كدبو كجرا هرت رمضان كو كجرا رمضان كان طبن كيس دنبو كجرا طبن كدنبنا تريس اسبير ايو كجرا كوي لباتا سدحي لباتا شني لباتا تدوي لباتا سغال لباتا ترى اسبا ليدا و ترى ترى اهويا ايو كجرا مربح دو سدا اها وقد ثبت وحا سغناده علميا علمي اهان سغناده ان يوم الاثنين ما انت اثنين تاهي وفي رمضان رمضان كدحني سكو سغني من تلك السنة سنة النبي محمد ملك الجبريل وهو إيماني إنما وقع وحود دعي مالك سنين تئه في اليوم الحادي والعشرين مالنتي كو إلى باتنات والرمضان كو إلى باتن أو أي مالك سنين ترى أي حيد بولي فقد أفاد ذلك أرنكاس وحوفا إذيه أن نبوته صلى الله عليه وآله وسلم نبي النبي النمديسة إنما بدأت إلي بلابتيء في الليلة الحادية والعشرين حبينك كوي اللباتنا ومن رمضان الرمضان أي بلابتي سنة 41 من مولده صلى الله عليه وآله وسلم
سنادي كو إي أفرتانات أو نبي بلشدي سلقى صوب بلاب بلشدي نبي لقى صوب بلابو مركو كو إي أفرتان سنة أو غاري أي وقت غاس أي بلابتين نبي 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 نمديسة أرنت أسمي فإذين يسمون وهي تاريخ ذاتي توافق وحي وافقيسا اليوم العاشر من شهر أغسطس يعني مالكي طبنات بش أغسطس اللي يراه ذو يعني مالكي دي طبنات سنة 610 سنة دي أي أحي لح بقول إي طبنك يعني سنة ميلادي أو أها أي تم وافقيسا ويا تاسي وافقيسا يعني بشهر رمضان او هبين كده كوي لباتانات نبي لو سو دجي وحيغا او نبي لو كوي افرتن سنه مركو دشه لغا سو بلاابو او جيرسداي waxay waafaqaysa sanadii yaani 610 oo miilaadiga ah bisha agoostana ay ahayd 10 ay ahayd ay waafaqaysa weeyaan wa kan umruhu صلى الله عليه وآله وسلم نبي مركة دأذيسو في عمر يسو إذ ذاك وقت قاسوحو أها 40 سنة أفرت صنبو أها وقمرية بلها قمرية اللي إله له وبش المسلمين تؤكر صدان ويا إيه وستة أشهر إيه لح بلود واثني عشر يوما إيه لم يتبن معلومه يعمل النبي قال الصادر عليه الصلاة والسلام عمر يسو حو أها أفرت صنبو او سنادها يعني القمرية اهو بشا الى حساب صدائه ومسلمين تؤي ترسدان وحقوه اللي يلحبرود ايه اللبية طبان هبين ايه النبي قوه اللي افرتك سنة اولا جهتوية وهو يساوي دع ذا سنة وحي قدق متاع او لم ينتهي 39 سنة يعني صدن ايه سقال سنة سقال ايه صدن سنة وشمسية بش يعني سنة الشمسية اللي يرادو وقل رحل حساب صدان أي أدلك متاوية إيه وثلاثة أشهر سدح بلود واثنين وعشرين يوما إيه لبي اللباطن مع الموت يعني مركي بش الشمسية أي سنة الشمسية أوها سقالي يصدن سنة أي نبي قولنا ماتي أين هو اللي سسدح بلود إيه لبي اللي ما تنمى الموت أي تاس قمرية أي كو آدن تهيبوني مركا سنة الشمس جائي سنة قمرية سادوكتين يعني فرق يقول لحيه وفرق اسكير سنة الشمس جائه وكريته يعني وحل إلى هذا سنة الشمس جاه وكرته ما المه إذا مركز الأسكودر ضرر وحال إلى هذا وسدح بقوليه لحن يشم الموت أي سنة كيدو ككوبي بينما سنة لها قمر جاه مركي أيجنا الأسكودر ضرر سدح بقوليه كنتني أفر ما الموت أي نقنيا مركز فرق يرى أود حيو أي أود حيويا حير بيش القمر جا بالناس قالوا لا بعثني كل ما أنا بالناس صدني كل ما أنا لكن كون الشمس جاء وحول مرنا صدق كي جد بيسا مرنا صدني إنه قن مرنا وكيران سهل بالو كم يدعوية مركب ساس ومارت تفوت كسو إيمان يومي مركب تاسع ولق متابي كل كف كانت بعثته نبي سو درستي سو حيهي على رأس 40 سنة شمسية سنة الشمس جاء مركب اللي يراه به وقرحت ذكي حساب صدقه وحويه أفرت سنة أسوء النبي بلاوغ يدي كجر الرأس يدي بلاوغ يدي أسوء كجره أي مارة النبي اللي صادره نقنسة لكن سنة كقمرية أهي أفرت كحباب أولجر النبي عليه الصلاة والسلام فترة الوحي ثم عودته وحي كالقو إيسو كالقو أي دبدي تنقو صلى الله وإلهي هو النبي أسوء لي وحيه أيها هل كان مسلك أنه وشي دوية وكان الوحي قد فتر وانقطع بعد أول نزوله في غار حراء كما سبق وكان وحوها الوحي وحي النبي الله وحيوني ملك الجبريل وحيوني قد فتر مدك لقائبوها وانقطع مدك لقائبوها بعد أول نزوله سورة دقستي سي هورا دبديل قيمتي هورا اقرأ بلاو غيدي سورة العلق بلاو غيدي سورة دكتي قداشي دي في غار حيران كو سورة دكتي متكلا قعبو اها كما سبق سيدي نصر هور مرتي ودام هذا الانقطاع كلا قعاس
وحي يقول كرق أين مدريس وحي أحد أياما ما المؤمن بي أحد ويا وفترة وقت عيجل فيه ما المبوء هاويا. وقد أعقب ذلك الركاس وحو لعرديه يعني وحو ويان كرق فترة ذاتي في النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يعني وحو كل ليهوي markii ay yaani kala go'aasi ba wuxuu ku dhaliyay oo ula cirdiyo layni shiddatul ka'abati wal huzni muruk al ka'abatu wal gham balilana wa murukti uwi wal huzn wa iskaafu tafsiira ilaana al ka'abatu wal huzn waskumid uwiya muruk bu maarta arintaasi ay la cirbisay oo nabiga durbadiiba markii waxyigii kala go'ay wa murugooday buulay walakin al maslahatu maslahati كانت في هذا الانقطاع كلا قاس بيكسو قنيد يعني مثل حد بوحي كجرتي إن وحي قال لك كلا قويو لو كالي إن مدأة أيها مثل حد كجرتي بوني محايلة فقد ذهب عنه نبي حقي سوحا كتغي الروع أرققحي عبصدي ما كتغتي وتثبت وون سقنادي وفي أمره أرنكي سبكو سقنادي ويا وتهيأ وحو الديار قروبسكو دياري لاحتمال يعني احتمال مثل ما سبق وحي صوهر مري اوكالي قادستين او قادة او احتئذي عبد القادة او ويشو ايون او ديار قروبي حين يعود هذا صور نقضي مركو صور لعبرين معناها صور مركو الجبريل ومركو لكو المي صور دباته امو سنجيسن ومركو قبتب النبي صور ممرو جنينين وممجو جنين تيو كلا حتى ان لغصة ما ايو نبي ديار ببقوها صلوات الله والسلام عليه او ديار احاويا marka wa tahayya u diyaar garoobay nabiga diyaar ba u aha lihtimali mithla ma ki oo kala qaadistiisi sabaq hor maray oo malakul jibriil uu ku sameeyay xiina yuudu marka uu soo noqdo diyaar ba u aha wa hasala lahu nabigu haqu oo helay oo xasilay at-tashawuq hilo oo waxyiga uu hiloobo wal intidaru sugasho iyo koraysho koray yani koraysho uu suganayo in waxyigu uu ku soo dago uu sugayo ayaa maartay nabiga uu xasishay salaatullaahi wasalaamu calayhi واخذ وحو قد قال يرتقب انه دور يسغي مجيء الوحي مره اخرى مركب انه وحي ويماده وسغي الله يكون سوخليه وتاغي وحيي سو او هيلوبه او جعلاده ويان وكان صلى الله عليه واله وسلم نبي انه وحو اها عليه الصلاه والسلام قد عاد من سو نقدي من عندي ورقه ابن نوفل ورقة ابن النوفل نكي أو خديجة أقيسة المادير كان لها خديجة مركو من عندي ورقة ابن النوفل مركو كسر الله عبتو ورقة ابن النوفل أكتس مركو كسر النقضي مد الله عبتايبه أها وكان النبي وحوها صلى الله عليه وسلم قد عاد مد الله عبتاي من عندي ورقة ابن النوفل ورقها نكا ليراهده أكتس مركو كسر يعني أكتس مركو كيني إلى حراء منه النخضيبون أو هذا ويا قد كيبو نبي آذي ما دام وحي كيبو وهلوذي مر كيبو غار حراء بكل نخضي بورتي حراء قد كيبو كل عطيو محور أقول الله بنايا ليواصل إنه سيوته وسيح ليريه جواره عبادة ليسي درس كيسي في غاره قد كيس دحليسة لدرس كي رب كيسي ولا درسي ولا عبادة ليسني عبادة سنو لقوني النقضو أو سكسي وطو تردد لماشي قد كيقول الله عطيوه ويكمل إنه لماشتره ما بقي وحي حري ومن شهر رمضان بشهر رمضان وحي كحرينا إنه لماشترته أي درس ناشي وقول الله عطيوه قد كيوه فلما انتهى مركو رمالي شهر رمضان بشي رمضان مركي دماتي وتم جواره عباده سنة أي دماتي لدرس كي قدك وكو عباده سنة ينزل النبي سودقي من حراء بورت حراء اللي يلاهده بكسودقي صبيحة غرة شوال بشي الشوال كوذي دي صبحي دي يعني غرة أصل أحان وحال هذا بريرة القفصرة وحان إلى غرة الفرس لأن فرسك وجهي سميشي سعد بغرة أصل كاللو يقال
qorada sidaas ay war wajiga midabka cad oo ku yaala asalka xagga luqaha ahaan qorra loo yaqaan laakiin hadda waxa loo jeeda maadaama faraska uu ku soo qaadilay kuugu horeeyo oo wajigiisa yahay saaso kale waxa loo jeeda awwal yoom min shahri shawwal maalka ugu horeeyay oo shawwal subaxeedii buu markan buurta xira ka soo dagay muxuuna u soo dagay liyuuda ila makkah makkah inuu u laabto حسب عادته سيدي عادي سيدي كدر رسالة لكن كيس سيدي هو أها إنه ما كسو الله أبتو ما كسو أنه قدنا وادفتهم وبورته وكسو دقو كعبده كسو بالله بجر وطوافي جري ثم مركز أحر كيس آدي جري وي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حويري فلما استبطنت مركي أن قلي الوادي وادي مركي أن قلي علوشي سي قلي وي. وهذه العلوشي سمركي آن قلي أي دخلت في بطنه بلوجينا علوشي وهذه مركا سوى قلي أو غار حران أكسوا بحوه وهذه مكا سوى دح قلي دوحدي مكا سوى قلي بنوديت لئي دواقي كرا لئيقا دواقي بني مركا دواق بان نخلا فنظرت عن يميني ملك تيدان في ريه دواق حقيبه كسعبا فلم أرى شيئا وحنا ما آنا نرى من عملك تنفيني وحنا مجهد لمعرف ونظرت عن شمالي بذح لي إذا هدنا إيجي فلم أرى شيئا وحن أركي لما أركو وحوا أجهدوا ونظرت أمامي برت إذا بان إيجي فلم أرى شيئا وحن أركاه مجرو شيئا ما أنا أرك ونظرت خلفي قداشي إذا بان إيجي هدنا فلم أرى شيئا وحن ما أنا أرك فرفعت رأسي ماذا حيلا كرو قاضي فرأيت شيئا وحبا مركا أركا مركا سماذا إيجي أيام وح أركيني حاركتي فإذا واضع سقو الملك ملكي جاءني إيغوي من حد كهر بحراء بورت حراء ليرا قد كذي إيغوي من جالس واضع سقو من فضياء على كرسي كرسي كركي كفر ليه وبين السماء والأرض سماء الأرض ذا دحل إذا كرسي كفر ليه وسماء الأرض ذا دحل إذا مركز عندها صاربوني مركز سدا أركي فجئت منه رعبا فجئت وان أرججحي منه مرجيبان كبقي وان كأرججحي رعبا أرججحي عرس درتي أيان لا أرججحي وين مركز جئت فلان مركز رعبا جئت فلان مركز رعبا بمعنى فزع على لوجي هو أرججحي فهو مجهوث مثل أرججحي وين أي مذعور هو ومن لجسم أرججح لجسم يأكلون رواية الإمام البخاري في صحيح عقورنا فجئت لماشا بدل كذا فحورنا يا يعني فرعبت ولأرجع قليب ورنا يساسوا لي مركب يعني جئف يرعب كل أسكوة مدويا فجئت وان أرجع حي منه ملقي أي رعبا أرجع حدرتيبا كأرجع حي حتى هويت إلى أن أخبطه كل عو إلى الأرض ملك أن أخبطه عبس الدرتي marka malagu halkaas ku fadhiya samada iyo ardada dhaxdooda ayuu kursi ku fadhiyaa anaga waxaan fahmi karnaa ma aha mar haday wax yihiin waa inaan rumaysaa adiga waxba ka raadini see hawadaas kursi inta qof u dhigto axad u dhigto ugu fariisan kara hadii waa wax ka weyn waa wax yihiin marka inaan rumayso baa laga rabaa adiga taas laga rabaa dad muslim tahay laana muslimiinta qayb ka weyn rumayaa weyn ku amaananayeen qayb in la rumeyo waa amaan weyn فأتيت خديجة مركي آن ملكي مركي بأركي وحان إمد وصول لابتي فأتيت وحان إمد خديجة يعني قفك أكال ميسؤ دجسه النبي وآحاسكي عليه الصلاة والسلام خديجة إمد فقلت مركاسا وحان كويري زملوني زملوني دثروني انت أسأل اسكو دريبوني إدو دوبا إدو دوبا مركا دثروني يزملوني واسكو هذا معنى ويا إدو دوبا ويدرئب دذويا ولو حكدرين وصبوا علي ماء باردا بيقبون يقدوا الشبع سب العبد يقتكتو صبوا علي وصبوا علي الشبع علي أن يدشهدوا حكو شدان ماء باردا بيقبون يقدوا الشبع فدثروني ويقدوا دوبين أهل كيجي وصبوا وين الشبين علي دشهد ماء باردا بيقبوا ويدشهدوا نكسوا الشبين فنزلت مركزة وحسودكتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر آيادها في سورة المدثر كجره أي النبي قال لقصة دجية مركزة
ومرك اللباد وبعد فترة الوحي وحي كوبات وصودقه انت عم بيئة هاي الدنيا. يا أيها المدثر مكان اسدودوبة يو اجدد يو قم استاد أو يعني ازددك استاد وي فأنذر ذاتك أودي وعذاك إلهي أبدي وربك ربك أغانا فكبر وينه أو أحد كستكله كوين ربك أغانا وثيابك درك أغانا فطهر طاهر يال أو نجاسدك طهر والرجزة قرنك أو شرك أي وح الله وحي عذاك إلهي كقارسيانا فهجر كتك أو كهجر شركياتك وح الله متك أكتك ويا شيخ أستغل نوفصل دونا عايدها وأركدون إن شاء الله تعالى. وذلك قبل أن تفرض الصلاة آيدها مركي سوى الدقيين وحيهد وذلك أرنك مركي فترة الوحي أو دعي وآيدها سوى الدقيين في سورة المدثر كجراي قبل أن تفرض انت أنا لفرض يلين الصلاة صلاة أن لفرض يلين بيهي ثم حمي الوحي وحيه أي آد ويمدون يعني وكل الله هذا معنى إذا حميد كل الله مجهده أي وحي لوجه جاء كثيرا وحي إذا مارتي آد قيمت وحي فربضان بسود دقيو وتتابعون إسراع راعي مركو وتتابع ذا بس تأكيد معنوية لإله ذا حمي الوحي إذا سنبال لحوجيني وحي إذا سكسر تبدع عمر ومركو كدن بيسو إسراع راعي آد بمركو أسود دقيو لوجينا. وهذه الآيات آياتها في سورة المدثر كجراه أوائل كذا هي آيات كاسي بدء رسالته صلى الله عليه وسلم. سورة اقرأ وحيحد النبي لمليس بلاوغيس السماحين وحقر بالهين رسول لمليس بلاوغيسنا وتنغيا وبدء رسالته درتان كيس النبي قال الدره صلى الله عليه وآله وسلم بلاوغيسي وسورة آياتها في سورة المدثر كجره ويا وهي مارة الرسالة درتانك يعني لدرو أما مارة آيادها سودقي متأخرة من كدن بيسيوي عن النبوة النبي لماذي أي كدن بيسي الرسالة وهي رسالة نعلم درتانك النبي لدري وآيادها لدرو للقوم فأنذر ليه متأخرة من مارة كدن بيسوي عن النبوة النبي لماذي وصورة العلق كسر دكتي بمقدار فترة الوحي وقت أو مارتي وحي وكرق أي قدر كذي أي متأخرة إدعار أي عن عاد قدر بيسوي حوالا بكدر بيسوي لما ذكر كان قدر بيسوي مركز الحوير وتشتمل نوع وتشتمل على نوعين وتشتمل وحي كل من يسا آيادها نؤجيدا على نوعين لبا نوع بي كل من يسا أو رسول لماذا لدريا لبا نوع من التكليف من التكليف مشقين مسؤولية نبي لصارع عليه الصلاة والسلام لبا نوع مسؤولية كلفات نبي وحلوه كلفي أي أرنتني الشيخيس أي كل من يسا مع بيان ما يترتب عليه إيضو العدين يو وحكرت بمين العدين يو أي لجبت عدين تاسي أي تكليف كاس لبا نوع كمدة يكرت بمي سويا أي كل من يسا لبا نوع واكوي كان هربوا نوشيغ أما النوع الأول أرنت هرين نوع هرين فهو يعني دريتان كان نبي قال لدري تكليفه كما شقين تيسي وهي إيه مسؤولية ثارين تيسي صلى الله عليه وسلم نبي قال لقو كلفه بالبلاغ جارسين ضدك إنه حق جارسيه إيه والتحذيري إنه ضدك عذاك إله قدقه. وذلك في قوله تعالى يعني مارت هذا الكيس أوير تحت يدوي قم فأنذر قمت وحوي وإستاك فأنذر من ضدك أدق ويا بلاغ الله فرينه وإستاك دعوذي إيه إنه ضدك خيرك الجارسيه أو عذاك أقدقه أرنت أسويا فإن معناه عيدا قم فأنذر معنى هذا وحوي حذر الناس ضدك أدق نبي محمد من عذاب الله ألا عذاب كيس أقدق إن لم يرجعوا هديا كسر نقر عما هم فيه وحأي بحديث كسجيهين ومن الغي والضلال باردة إي مارتي لمدة الغي إي الضلال يعني مركع علماء كالفرقيات غي وحال إلى هذا قفك أو على علم كل ما غي إلى هذا سواء علم له حدنا بنصن كاس غي الله استعماله غوي بالله والشعراء يتبعهم الغاوون سماهم يعني وأيضا ضلال كاس كرة عوية
ضلالكم وحال إذا هذا على جهل أي جهل قفك وكسوغا أي ضماء حقك الضماء مركساس وكلا سالهم مركا وحاق كسوغيهين من الغي والضلال أقدك دتك وعذابك هاتين كجوك سنين عذابك إله أقدكوه إيو عبادة غير الله الله وحانا حين أولا عابده الله المتعالي أسرريي وحنا ربك أسرريون إيو الإشراك به وذا جن رب للو ذا جيو في الذات ذات ذي سئن خلق المخلوقات سللو ذا جيو والصفات تلمامها أو رب ليه إن تتكلل للو ذا جيو والحقوق حق أو رب أدوم ذي سكليه إن أدومك للو ذا جيو والأفعال فعل الذي أفعاش رب أولها خلق يسلسي سلع الخلق والإيجاب جاد إيه وحيل منه أفعاش ربي إن عدك للسيه أرين تاس يعني هدين كجوك سنين وقد عذاك إلهي سيه وقد استقاموه مركا قيب تهرقون فأنذر أرماها سيكل من إيسا وحويه وحلوك اللي إنه ضدك حق قارسيه وقد عذاك إلهي ويا وأما النوع الثاني نوع اللبات وحويان او تكليف كاملة فتكليفه نبيكم مشقين تيسيكو كلفين تيسيوي صلى الله عليه وآله وسلم بتطبيق أوامر الله الله أوامر تأوفر وحا أوفراه فلنت إذا أو مارت الله طبقه أو للي مادو أرين تاسو النبي قالوا كلفي أو الله أوامر تيسيئة سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى وحي أو أمري فلنت إذا أو فليه أو النبي قالوا كلفي صلوات الله وسلامه عليه إيه والالتزام لازم أو كل قموي بها أوامر تاسي في نفسه نفتش إنه لازم للي مادو هو أنت أسميني ليحرز بذلك مرضات الله ليحرز إنه هلو ترتي بذلك أرنتاس أوامرت ربي أو انتفوا لي أو نفتي سنة كل لازمي أو مركة كوابه أو كهلو مرضات الله عز وجل إلهي رضيس أو كهلو ويصير مركة أو نغض النبي عليه الصلاة والسلام أسوة من لقد ضيضة أو نغضه لمن قد يكون ضيضان آمن بالله إله الرمي وناقش كقد ضيضان أيقنا ويا سلا درتيد بمركة الله أمري تكليف كلاب الدواء كاسوا سلا سلقوا مشقيون وذلك في بقية الآيات أرمها أن آيات كان يعني قم فأنذر مركة لقربه انت كره أرمتها بيكور رمي ساويا فقوله الله سبحانه وتعالى أويري وربك فكبر معناه حلو جيدا خصه ربك قوليا بالتعظيم وينك قوليا ولا تشرك به الله اللو ذا جنين في ذلك أرنتاس أو تعظيمك وينين تئي أحدا غيره أحدا أسقى أحين هلو ذا جنين ربك قوليا وقوله هذا الكيس الله أويري وثيابك فطهر أيضاً وحويان المقصود تنت لقليه الظاهر منه كم قنيصه مقصود كظاهر كأهل لقليه آدم وقني وحوي تطهير الثياب مركع إنا طهيرسه والجسد مركع جلك إنا طهيرسه وآدمحي نجاساء كطهير توي إذ محايالي ليس معهان لمن يكبر الله قف ربي وينين ويقف بين يديه الله فرتيسن استاغ ياه وما أهان أن يكون نجسا إنه نجاسا أو نقضة مستقدرا حتى نال قرن صده وقرن إي وسخ يعني قدر وته إنه نقضة أبوه وسخ يسرنا ربك قفل استاغته وحكوها بوني ما أهوية وقوله الله سبحانه وتعالى هذا الكيس أويري والرجز فهجر معناه وحوي ابتعد كفقو عن أسباب سخط الله وعذابه الله يعني عرضي سئي عذاب كيسا سببك كقارسين كفقو أي اللوجه ذا والرجز فهجر تتاويا وذلك سبب وقفقاني سإلهي عرضي سئي عذاب كيسا وذلك كفقان شخص وحوي وحد وقفقان يسو وبطاعته الله إن أطيعه وترك معصيته بس ينكي سؤال كتبتك وعاصمت ربك أكو عاصيسه وقوله, وقوله تعالى الله هذا القيس أويري ولا تمن تستكثر أيضا أويرنا أي لا تحسن وناك حسمين وي معنى هذا حلو جيدا لا تحسن وناك حسمين إحسان وناك حسمين وتريد وناقس أدونيسو أفضل منه متك وناق بذن في هذه الدنيا أدونك متك وناق بذن لغوصي معناها وحوي
قف انت هذا وحسيسه ادلاه هاي ابال وقدر بريها كو ابال قدو حوية لسلاك هذا واحد حنيسه الهي درت ابهي من كان اكو ابال مريئي بريها كو قدئي حسنين حوية لسلاك لوجهنا. وأما الآية الأخيرة آية أقود بيس فأشار فيها يحوك إشارة الله سبحانه وتعالى دحليدا إلى ما يلحقه نبي وحى هليليه ومن أذى قومه دكيس قوم يعني قوم كيس كإيمانية كمذي يعني قوم كيس إني إني دونان أي أرنكس الله هو الرمية وحو إشارة إلى ما يلحقه وحى النبي هليلي دونه أو كل من دونه ومن أذى قومه دكيس ببكو ذأه حين يفارقه مركه كذلك في الدين دين كود مركو فارغ شرك جي مركو كتغو او دين في توحيد او قاتو ان يدي دونا اي اشاره سا مركا ويقوم او اشتاغو بدعوتهم الى الله وحده ويرستودو او ددكو او ييرو الله او كلي الا عبدو احد كلمنا لا عبدين وحا دلك او لا كلمي دونا ايا مركا وحا ليه فقال وحي ربي وحو يري ولربك فاصبر ربك اغا اصبر بالي سلاسا لو اورنوا القيام بالدعوة دعوة أكعد النبي أو استاجي أيها الكل كجور من وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركيبة مركي قم فأنذر لي وكعيا واستاج رسولك الله صلى الله عليه وسلم على إثر نزول هذه الآيات آياتها مركي سود جين جلاس يذبح سلام مركيبة بالدعوة إلى الله الله ذكر ويري سبحانه وتعالى أي أكعيا النبي استاجي وحيث إن قومه مركز دكيسو كانوا وحيث إن قومه دكيسو عيبو أي أحيان كانوا أي أحيان جفاتا ضد مارة الجفاف أهو يعني الربادياء لا دين الله وحدين إليه إنجري إلا عبادة الأصنام والأوثان دين كلا إليه لما أركه إلا أصنام مارة آلهة أي سميستين وأوثان تاء عبادة ما يوحك لأيس الله ولا حجة لهم حجك لو إليه إنجر حجك لو إليه إنجر وحيوها إشتان عبادة الأوثان إنجر إلا أنهم أيغسة ألفوا آباءهم آبياشود إني هلان على ذلك شرك جاس تشلس إني كهلان بركة حجدة إشتان وامحي وتقليد بالآباء أبياشنا كسو قارني أو وياشين بأصنام تان إيوحان عبادة غير الله كجر عيان كراعين ولا أخلاق لهم لكن أخلاق دبيعة ونأسنا أخلاق ونأسنا أي رحيانا أي ننجر إلا الأخذ قادش بالعزة يعني معرف إسل قبوين أي قاتان والأنفة قبيالة إي حمية الجاهلية تاس إن أي قاتان مو يوحك لأيس الله أخلاق موضو وحاوه إسل قبوين جهل أي وكجر إن إسل قبوين هذا إينا قبيلهان أكل الله ذان قبيلة درتين أي ورد قال لما ولا سبيل لهم ودنا ما أيسن لهين في حل المشاكل وحيالها مشكلوين كيما دعي كحليان وكد ويان ما ينجر إلا صيفا صيفا بكد منجر كد وينجر علم جاء يدلقات كأيو وسيلك رو لأديك سدائي توحيد يخير منا ما ينجرن إنين حبي وحين حليان دمع صيفا وكحلين جرين فقد اختار الله مكاثر رب وحقودرت له نبي الله محمد وحقودرت صلوات الله وسلامه عليه أن يقوم إنه استاغه بالدعوة دعوة إلهي إنه استاغه سرا في السرا إنه أقوله استاغه مرك دعوه يسيء بلابي سسرا النبي يكون بلابي دربدي ولا مجهري قرصودي إنه يكون بلابي ولا يواجه أوراً كالفرتقين بها دعوه يتوحيدك إلا من يعرفه من يعرفه أحد قرن يمويه بالخير وناقه قرن يمويه يحب الحق حق جعيلك يخفه قرن يمويه تبقى أبدك جير النبي عليه الصلاة والسلام ولما ويثق به أحد كاس أو كل سوية بأشياء جري ويطمئن إليه أو نقف أحصل إياه قف مارته أحصل إياه كل سوية أيوم بو أرنتس أشياء جري أشياء جري سلاسة الأمر يقولي أي رب أدرت سبحانه وتعالى وأن يقدم حين وخرمر يدعوني سكب بلابه أهله أهل كيس وكب بلابه وعشيرته أهل كيس حوارير كيس حاس كيس عروب كيس وكب بلابه وعشيرته قرابته سكاء وكب بلابه وأصدقائه صاحبته سكب بلابه وندماءه كوي أو حلوة عم يجري ولا شيء كيس ينجري أيو كفر مريو على غيرهم أي يدك أنا هنا وكفر مريو سلاس أي مارك اللي قبل أمين لأن إلهي حيل وأنذر عشيرتك الأقربين دعوة مرك أبوه رئيسه كو مرك نفتا لكل قنطة ثم وين دخل كاي كتب بغضاء كبعد أهل كاي قرابة ذلك كذي جيران كاي مسلمين في مرك كبعد
علينا تجارسي سبع الربا ولي. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.